طيب ده الرأي الحكيم بقى، ما نشوف حكيم أهلاوي آخر يقيم لنا الراجل ده، الدكتور طه إسماعيل. النادي الأهلي كان أكثر استحواذا، صحيح، ودي كانت مهم جدا إن هو بيحتفظ بالكرة وما بيضيعش منه. نعم. ولذلك طبعا كان ما بيديش فرصة للفريق الآخر إن هو يعمل عليها هجمات. أنا يعني مبسوط إن النادي الأهلي أدى هذا الاتزان في أول مباراة له بعد فترة طويلة. صحيح. معظم اللعيبة دي كانت في استرخاء وبعدين ابتدوا ياخدوا فترة إعداد، لكن لعبوا بشكل جماعي شكل رائع جدا. نعم. ما تعرضوش لاي خطوره ابدا خالص. لكن تدريجيا النادي الاهلي بقى عنده يعني شراسه في النواحي الهجوميه. نعم. وبالذات من العمق في التسديدات من بره ال 18 هو. نعم. مبداه اكسب. دون النظر لحته ان نلعب كره جماعيه، بس هو لعب كويس، بس هو لعب كويس النهارده واستحواذ. نعم. تام في معظم المباراه. نعم. وفي بعض الفرص القليله، لكن حرم فريق المنستيري من ان هو يستلم الكوره ويعمل خطوره. لكن كان النادي الاهلي محتاج ان هو يسجل هذا الهدف يتوج الاداء اللي اداه، وكبدايه مهمه جدا. نعم. هذه البدايه للمدرب وللاعبين مهمه. نعم. جدا بعد فتره استرخاء اللي هي فتره قبل. صحيح. فتره الاعداد ثم فتره الاعداد. نعم. مبروك للنادي الاهلي هذا الفوز، ويقدر النادي الاهلي يبني عليه حاجات كثيره جدا. طيب. شوف كم الدكتور طه لخص اسباب اي فوز واي اداء تتمناه من اي مدرب. ايوه. اول حاجه انك يكون عارف ان اول ما تتعرضش للخطوره. فالاداء المتوازن. ثانيا يبقى عندك رغبه وجراه في الفوز. ايوه. ثالثا ال 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 الاستحواذ الايجابي. يعني انت الاول استحوذت عشان تامن نفسك، بدأت تتجرأ، وبعدين بدأت تهدد، كان ليك فرص هما ما كانلهمش فرص. فكرة الفلسفة دي في الأداء مريح الدكتور طه، وأنا قلت لك هتريح كمؤشر أولاني. مش عايزين نقعد نتعجل ونقول إن هي كده الليلة. الله أكبر، الله أكبر طبعا في كل حاجة، لكن خلينا نستنى مباراة العودة عشان يبقى حكمنا أكثر دقة. طب الحكم بقى من رأس الحكمة، المهندس عدلي والدكتور طه اسماعيل، دول رأس الحكمة الأهلوية. يا ترى نجم أصغر من كده بقى وليد صلاح الدين عنده نفس الانطباع ولا لا؟ نشوف. مهم جدا المكسب ده. ده صحيح. احنا اتفقنا كلنا قبل المباراة ان الراجل عنده جرأة هجومية. وضح. وبيلعب بتشكيل هجومي. وضح. مهم جدا ان النتيجة تكون في صالحه عشان يبقى مقتنع. تغييراته كلها فيها جرأة هجومية. نعم. مين اللي نزلوا؟ قفشة وحسام حسن. ومحمد شريف. أي. يعني اتنين رؤوس حربة. أي. وواحد تحت الفراولة. نعم. فكلها عندها جرأة هجومية. الحمد لله. ان اكرم توفيق كمل المباراة كلها، وعودة عودة بعد يعني داخل في سنة ما شاء الله. الله اكبر. نعم. ربنا يحميه. نعم. فمبروك للنادي الاهلي. النهارده كلها مكاسب. مهم جدا مكسب. ان انت تبقى طالع بمكسب كمان. اتفقنا احنا الثلاثه على جزئيه. نعم. لو انت طلعت تعادل بدون اهداف ده هيصعب عليك المباراه في القاهره، فلازم طبعاً. انت هتضغط. نعم. فلازم هتبقى محتاج تحرز هدف عشان توصل. لكن دلوقتي على الاتحاد المنستيري ان هو اللي يضغط. نعم. وهو اللي يفتح الملعب وهو اللي يبقى عايز يحرز، فبالتالي هتبقى عندك مساحات هتقدر. نعم. تشتغل منها. طيب اذا كان الاستاذ ابراهيم يرى ان الدكتور طه هو راس الحكمه، فان وليد سليمان هو قلب الحكمه. وليد صلاح. بعدين معاك وليد سليمان. بعدين معاك وليد يا سليمان. وليد سليمان هو قلب الحكمه. وليد صلاح تاني. مش معقول يا جماعه، وليد صلاح هو قلب الحكمه. لا هو كده مشغول بوليد سليمان، شوف وراها ايه بقى. كابتن وليد انا اراه واحد من اهم المحللين. لانه يعني بيستخدم كل خبراته وذكائه وفكره وهو بيلعب في انه ينظر الى الملعب. صحيح. وبعدين هو اشتغل اداري كمان، فالموضوع بالنسبه له لمهم مع بعض. بيترجمه في كل، فلما يقول لك يعني ان هو مبسوط بالجرأة الهجوميه، ومبسوط ان عوده حد زي اكرم. وكمان يعني كان ممكن تنتهي بالتعادل، الناس تعتبرها حاجة إيجابية، لكن طموحك في تحقيق الفوز يعني دلوقتي أنا متفق معاه. لكن عايز برضو أشوف هل اتفق معاك كابتن محمد فضل؟ طب أنا عايز أعمل تعادلية بين الأجيال بقى. يعني الشيخ طه والمهندس عدلي
2 وليد صلاح ونشوف له محمد فضلي عشان تبقى النتيجه قلوب الحكمه. نشوف بقى قلوب الحكمه وراس الحكمه. نشوف الكابتن محمد فضلي. عوده اكرم مهمه جدا. نعم. اكرم لعيب كبير جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر، عودته نعم. مهمه جدا. ندخل على النهارده كولر جرب 14 لعيب. نعم. الفرحه اللي حضرتك شفتها مع عبد المنعم جاب الجون والجهاز الفني وباللعيبه بنظره حسين الشحات وهو قاعد. نعم. حمدي فتحي وعلي لطفي حمدي فتحي احمد عبد القادر اللي خرج كل الناس بلا استثناء. ده تنظيم جيد لفريق ان شاء الله قادر على البطوله. في حاجه روح ضغط هايل روح كويسه. اجمعنا ان الكوره الثابته مهمه جدا. نعم. وقلنا محمد عبد المنعم مهم بالتحديد. وقلنا مع وقلنا في الرجاء ومع المنتخب سجل بالزبط. نعم. النادي الاهلي شكله حلو، النادي الاهلي يطمن، النادي الاهلي صفقاته جيده، النادي الاهلي الروح حلوه. مش مش بالكم ولكن بالكيف. مش بالكم طبعا. نعم. هي هو اهم حاجه دور اللعيب ومكانه اللعيب وشخصيه اللعيب هو سيستم. اسباب فوز الاهلي من وجهه نظرك؟ اسباب فوز الاهلي الروح اللي انا شفتها بعد هدف الثاني. بعد الهدف الاولاني. طيب دي حاجه. ده كافيه جدا ان انا عارف جوه اوضه اللبس الموضوع ماشي ازاي. طيب هو الراجل ريحنا خالص. يعني هو لخص اسباب الفوز، قال لك شكله حلو يطمن، صفقاته حلوه عاجبه الناس اللي شافها الجديده. قال لك مش بكتر الصفقات ولكن العبره بمكانه اللاعب وشخصيته والسيستم اللي توظفت بيه اللعيبه. ولكن اهم ما طمأنه ان الفريق كله كان في حاله معنويه عاليه وكله مترابط والروح الجماعيه ظهرت في لقطه السعاده بالهدف. دي نقطه مهمه جدا فيما بين الاجيال الاهلاويه اللي بيطمنوا حضراتكم على مستقبل الفريق. يبقى فقط المزيد من الدعم، المزيد من الثقه عشان كلكم تفرحوا بالاهلي وللاهلي ان شاء الله.